الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لكل من سيرسل هذا المقطع سعادة لا تزول أبدا ورزق لا يحول أبدا، وأسأله أن يمتع له في حياته وأن يسكنه الفردوس الأعلى، لأن هذا المقطع مهم جدا يا أحبتي. الآن في نهاية سنة 35 من الهجرة وفي دخولنا في السنة الجديدة 1436 للهجرة، تكثر الآن رسائل تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. أبدأ أختم نهاية السنة بعمل صالح، أبدأ السنة الجديدة بصيام، أختم السنة هذه بصدقة، قبل الساعة 12 صل ركعتين، انتبه أن تدخل السنة الجديدة وأنت لم تصلي، وهكذا يلزمون الناس بأمور ليست من الدين في صحة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش الأعوام والسنوات لم يأمر الصحابة بفعل مثل هذه الأعمال، وإنما كانوا يعبدون الله طوال السنة. ما خصص عليه الصلاة والسلام نهاية السنة بعمل ولا بداية السنة بعمل. وأيضا الاحتفالات الآن يحتفلون بنهاية السنة ويحتفلون ببداية السنة ويضعون الشموع والكيك وغيرها والحفلات الضخمة من أجل هذا الأمر، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث، يعني سوى شيء جديد في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فانتبهوا أحبتي، هذه من البدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإنسان قد ينشر، تأتي مثل هذه الرسائل فينشرها من باب الخير والأجر، لكنه لا يعلم أن هذه من البدع. فتأتي رسالة: انتبه، الآن الملائكة ستطوي صحيفتك في عام 1435، لازم تختمها بصلاة، لازم تستغفر، لازم تسبح، أنت تعبد الله طوال السنة. النظام اللي أنت تمشي عليه مع الله في العبادة استمر عليه، لكن أن تخصص البداية أو النهاية بعمل، هذا من الأمور، هذه من الأمور الممتدعة في الدين التي لا تجوز ويجب إنكارها. فأسأل الله لكل من محى هذه البدعة ونشر هذه السنة أن يبارك الله له حياته وأن يسعده فوق الأرض وتحت الأرض. ويوم العرض علينا بالتمسك بالسنة وعلينا بالتثبت والسؤال، فلا نبتدع في الدين ما ليس منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.